مرحبا يا جماعة الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا يا رب بألف خير. جيناكم اليوم في فيديو جديد، راح نتعرف على آخر الأسعار الموجودة بالبيم بعد انخفاض الضريبة المالية من 8% إلى 1%. راح نشوف العروض الموجودة داخل هذا البيم اللي يعد من أرخص البيمات الموجودة في تركيا.